أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي تصدر جمهورية تونس للدول العربية في حرية الصحافة لأول مرة في تاريخها، ووصفت مصادر إعلامية هذا التصنيف بالمشرف والعاكس للنقلة الإيجابية التي حققها الصحفيون التونسيون بعد الثورة رغم الأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد. كما أوضح نقيب الصحفيين التونسيين أن حرية الإعلام في البلاد تشهد تقدما ملحوظا. رغم أن تونس في مراتب متقدمة مقارنة بالدول العربية، ولكنها متأخرة، يعني ترتيبها يقارب معناها تحت 100 بقليل مقارنة بمختلف بلدان العالم، وهي مراتب متأخرة جدا. نعتقد أن ترتيب تونس هو أفضل من ذلك، ولكن هذا لا يمنع من أن هناك معيقات حقيقية تحول دون أن تكون حرية الصحافة مشاعة بالشكل الذي يتصوره الصحفيون ويتصوره المجتمع المدني ويتصوره أيضا المواطن العادي. هو الدور الكبير الذي لعبه المجتمع المدني وبقيادة نقابة الصحفيين، وخاصة في النضالات من أجل أن تكون هناك قوانين ملائمة للمعايير الدولية لحرية الصحافة، وأيضا للتصدي للانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين، سواء كان انتهاكات جسدية من قبل البوليس أثناء تغطية التظاهرات أو غيرها، أو حتى انتهاكات اقتصادية ومادية. ولكن صحيح أن هذا الترتيب ربما يظهر تونس في وضع مرضي نوعا ما، ولكن يعني نحن مقارنة بالبلدان العريقة في الديمقراطية ما زلنا بعيدين، يعني بعد كبير جدا. فبالتالي اللي خلى تونس ممتازة في علاقة بالموضوع هذا هو الإطار التشريعي اللي تم تركيزه بعد الثورة في علاقة بحرية الصحافة، وكذلك البنية التحتية اللي موجودة وعدد وسائل